نعم جزاك الله خير شيخ. هل العطور التي فيها كحول يجوز استعمالها؟ هي ليست بنجسة، أهم شيء أنها ليست بنجسة، لو أصابت الثوب أو البدن لم يجب غسله، لكن استعمالها إن كان لحاجة فلا بأس، لأن بعضها تعقم به الجروح، وإن كان لغير حاجة فتركها أحسن، وفي الأطياب التي لا شفة فيها غنى عنها، لكنها ليس حراما. أفهمت؟ شيخ بس يعني الخمر المادة الكحول هي مسكرة. نعم. فيعني لو أتينا بالخمر نفسه فالمسكر فيه هو الكحول. نعم. الكحول هو النجس. نعم. لكن من قال لك أن الخمر نجس؟ هذه الخمر ليس بنجس. يعني ليس كالبول أو الغائط. لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس عملي. الميسر هو نجس ولا غير نجس؟ المغالبة ما هي نجس. الأنصاب التي تعبد من دون الله ما هي نجس، يمسها الإنسان ولا نقول يجب الطهر يدك. الأزلام كذلك، لكنها نجسة نجاسة معنوية. هذا دليل. دليل آخر، لما حرمت الخمر وهي في أوان المسلمين لم يقل الرسول اغسلوها، ولما حرمت الحمر قال اغسل الأوان. ثالثا، لما حرمت الخمر أراقها المسلمون في الأسواق، ولو كانت نجسة لحرم أن تراق في الأسواق كما يحرم البول في السوق. رابعا، أتى رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه راوية من الخمر، راوية يعني قلب كبيرة خمر، أهداها للرسول صلى الله عليه وسلم، قال أما علمت أنها حرمت؟ فتكلم رجل من الصحابة مع صاحب الراوية سرا، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بما سررته؟ قال قلت بعها. فقال لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. فما كان من صاحب الراوية إلا أن فتح فمها وأراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له اغسل الراوية، ما قال اغسلها. هذا يدل على إيش؟ على أنه طاهر، لأنه لو كان نجسا لوجب تطهير الراوية. دليل الخامس، ما هو الأصل في الأشياء؟ الحل والطهارة. ولهذا لو ادعى عليك إنسان قال هذا حرام قلت هذا الدليل، لو قال هذا نجس قال هذا الدليل، لو قال الدليل على أن الخمر نجس لأنه حرام، يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح، لأن هناك أشياء حرام وهي طاهرة، حرام وهي طاهرة. السم حرام وهو طاهر، الدخان حرام وهو طاهر، فلا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا. طيب، هل يلزم من نجاسة الشيء أن يكون حراما؟ نعم، ولهذا نقول كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. أفهمت الآن؟ فأنا أقول هذه الأطياب لا، ليست حرام، ليست نجسا، ما في أشكال عندي. أما هي حرام أم هي حرام نقول يحتاج الإنسان إليها فلا بأس، وإن لم يحتاج إليها فاجتنابها أولى.